شكري. يبحث مع وزير خارجية مالطا العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. البطريرك الماروني في لبنان يدعو لتشكيل حكومة طوارئ تحقق تطلعات المواطنين. والشرطة البريطانية تعلن مقتل شخص وإصابة آخرين في حوادث طعن في برمنغهام. الثانية ظهرا 12 بتوقيت غرينتش، موجز اخباري جديد ياتي حضراتكم من القاهرة. اهلا بكم مشاهدينا، وفي البداية نرجو من حضراتكم اخذ كل الاجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا لنحمي اهلنا ونحمي من نحب. وخبرنا الاول، حيث استقبل وزير الخارجية سامح شكري وزير الشؤون الخارجية والاوروبية بمالطا ايفارست بارتولو، وذلك بمقر وزارة الخارجية. وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين مصر ومالطا والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء الروابط التاريخية والصداقة الراسخة بين البلدين، فضلا عما تتسم به العلاقات من توافق في الرؤى إزاء العديد من القضايا. أعلنت جامعة القاهرة فتح باب القبول أمام الطلاب الجدد من دولتي السودان وجنوب السودان للدراسة بفرع الخرطوم بمقره الحالي بالحرم الجامعي، وذلك اعتبارا من غد الاثنين. وصرح رئيس الجامعة دكتور محمد عثمان الخشت بأن الاستعدادات تجري في الوقت الحالي لتشغيل الفرع مرة أخرى بالخرطومة، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على الإسراع بعودة الكليات المختلفة تباعا بفرع الجامعة بالخرطوم. جدير بالذكر أن فرع جامعة الخرطوم تأسس عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين الشعبين المصري والسوداني. وفي الملف اللبناني، قال البطريرك الماروني بشارة الراعي أن الحكومة الجديدة يجب أن تنفذ إصلاحات عاجلة تخدم المصلحة الوطنية بدلا من العودة إلى طرق الفساد السابقة والتي أدخلت البلاد في أزمة اقتصادية. هذا ودعا الراعي إلى تشكيل حكومة طوارئ مصغرة تقود البلاد في هذه المرحلة الصعبة بعيدا عن الفساد والانحياز، مضيفا أن المحاصصة واقتسام المناصب والمنافع تعرقل عودة لبنان إلى الطريق الصحيح. وأضاف الراعي أن الحكومة الجديدة يجب أن تتفاوض بمسؤولية مع صندوق النقد الدولي بدون وضع أي عراقيل حزبية. أما في تونس، فقد أكد الناطق باسم الحرس الوطني القضاء على 3 إرهابيين خلال عملية إرهابية وقعت صباح اليوم في مدينة سوسة. وقالت الشرطة التونسية أن شرطيين اثنين تعرضا للطعن خلال العملية، ما أدى إلى مقتل أحدهما، فيما وصفت حالة الشرطي الثاني بالخطيرة. أما في العراق، فتمكنت عناصر قيادة عمليات سامراء من العثور على ملجأ تابع لتنظيم داعش الإرهابي يحتوي على عدد من معدات التفجير. كما عثرت القوات على 3 عبوات ناسفة والقبض على أحد المطلوبين. في الوقت نفسه تمكن طيران الجيش العراقي من تدمير ملجأ تابع أيضا للتنظيم الإرهابي في جزيرة أم الفحم. أعلنت الشرطة البريطانية مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بينهم 2 في حالة خطيرة، وذلك في أحدث حصيلة لحوادث الطعن التي وقعت في مدينة برمنغهام وسط إنجلترا. وأوضحت الشرطة البريطانية أنها تبحث عن مشتبه به على صلة بسلسلة من حوادث الطعن التي جرت بشكل متزامن صباح اليوم، لافتة إلى أنها لم تستهدف طائفة بعينها وليست مرتبطة بالعصابات، وأن الضحايا اختيروا عشوائيا. انتهى الموجز مشاهدينا الكرام، ونحيط لمحاضراتكم بأن التردد الجديد لقناة أكسترا نيوز
أصبح 11785 رأسي. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.